خطير. دلوقتي عيالك بعتلك رسائل. عيالي؟ اه عيالك. ماشي. تعالي نشوف. يلا. يا حياتي. يا روحي يا روحي ايوه انا هتجنن على ايه رايك عيالك ولا مش عيالك؟ عيالي عيالي يعتبروا عيالي. عيالي عاشوا معاكي اكيد فتره كبيره وقت التصوير، فطبعا اكيد حبيتيهم وحبوكي وقربوا منك طبعا في الفتره دي. ايوه بس اولا ميرسي انكم عملتوا كده عشان انا بحبهم فعلا. وكمان هتجنن على السنتين اللي واقعين من سليم دول. هتجنن بسبب حاجه في التصوير؟ مالناش دعوه بيهم خالص، بس كل ما احنا انا وسليم على طول بنتكلم خلاص، فبلاقيه عندي على الفيسبوك، فلاقيه مثلا سنان اقول له ايه اللي كسر سنانك كده انا مش فاهمه، يقول لي هيطلعوا تاني عادي يعني مش مشكله. اقول له طب خلي بالك من نفسك، يقول لي وانت كمان خلي بالك من نفسك، انت مش بتيجي ليه؟ انا مش بشوفك ليه؟ الحقيقه انه الثلاثه انا بحبهم جدا. لا العيال الثلاثه الذ من بعض. الثلاثه الذ من بعض. معاذ يا عيني جات له تروما لانه شاف معانا حاجات ما تتشافش، احنا نفسنا كانت لنا تروما في بطلع الروح، فمعاذ بقى كان عايش معانا وسط الجثث والدم اكيد حاجه صعبه عليه جدا يعني طفل يشوف برضو الاجواء دي في تشكيل احنا حاجه احنا كان صعب علينا فاهم. فهو كان يا حرام بقى يعني قالوا لي زيكو كان الدنيا لطيفه وضحكه. ايوه بس هو الفكره كلها يوسف حصل له ايه؟ انت عارف محمود حافظ طبعا. محمود رهيب. صوت عالي صوت وضوء وكله يعني محمود, محمود رهيب. محمود تحيه كبيره لمحمود، انا بحب محمود طبعًا. جدا جدا يعني، غير ان هو موهوب جدا وفنان كبير وهو انسان مهذب جدا ومحترم جدا. اوكي محمود كان عامل دور عصام بلطجي، انت شفت الفيلم؟ طبعا شفت. فاحنا كنا في الطريق في العربيه، كريم هو اللي سايق العربيه ويوسف في النص وانا الناحيه الثانيه، والمفروض ان عصام اللي هو محمود العربيه بتفرمل، فالمفروض ان هو يعمل كده يقول ايه ده فين بقى نسينا ابوك في مش عارف. فمحمود هو يا حبيبي يوسف اتمرمط معانا خالص. طيب فايه هو محمود لما بيتر قال ستوب، فمحمود بقى ايه فطن. انا عارف الدكتور قال ستوب ليه، عشان انا ما لما فارمل ما وقعتش جامد لقدام. احنا بعيد هم بعيد عننا، بس هو بقى ايه ذكائه الالمعي او حاله ان هو ايه لما هنعيد تاني لما العربيه تقف هو لازم يطير، فهو طار على الواد. لقيت الواد يا عيني راسه لزقت في البتاع خرش من الواد داس عليه. لو محمود كمان ما شاء الله يعني بقول لك جرم انت عارفه بقى. محمود قال خلاص انا فهمت، وقام داخل ماسح الولد فاهم. فلقيت الولد لبس في البتاع اللي قدام العربيه، فانا اتخضيت جدا، حضنت الولد واطمنت انه ما فيش دم وبتاع، وجات لي كريز الضحك. كريز الضحك يعني مش عارفين نصور من كتر ما عندي كريز، لانه ما فيش انسان عاقل يعمل اللي عمله ده، يقوم مستحيل طاير على طفل يا حرام. لا وعايز اقول لك الفيلم ده مثلا دخلت شفته انا وسليم واصحابه وبتاع، فيلم فعلا حلو يعني، هو فيلم بسيط وفيلم عائلي، وتحس انه يعني كل الاعمار هيعجبهم يعني، عشان الناس اللي جوه الفيلم كانت حلوه يعني. انا بس عشان انا بس حاجه كبيره طبعا لبيتر ميني. لا بيتر ميني ده يعني حبيب قلبي يعني، انا طبعا
انت ده انت طبعا يا يعني خبر. انا اكتر واحد في مصر اشتغل مع بيترميمي ده ودايما بقول عليه وش الساعه طبعا بصراحه يعني. لا الحقيقه كمان انه عشان بس الناس اوقات تقعد تتريق تقول لك اه عشان الكلام اوقات بيبقى كليشيه اللي هو ايه ان الناس كانوا بيحبوا بعض وكان مش عارف ايه فالعمل طلع لا هو الحقيقه ان الفيلم ده فعلا كل الناس كانت فيه محترمه جدا طيبين جدا وسامعين انت عملتيه كمان في رقم قياسي يعني احنا اه 13-14 يعني يوم عملنا يعني. بقى اه يا سيدي ما بنقولش الكلام ده قوي عشان ما ياخدوهاش حلوان نفس الوانه يعني بس هو هي كانت ظروفه كده هي ظروفه كده بس احنا كنا بنشتغل 3 ايام صعبين جدا ونرتاح 3 ايام دكتور بيتر يمنتج ونشتغل 3 ايام صعبين جدا وهكذا وهو خلص كده بس الحقيقه انه كل اللي ورا الكاميرا كانوا ناس سكر انت عارفهم كلهم عليهم. بقى يعني هم بقى دول سكر فال الانرجي بتاعت الفيلم نفسه مكتوب كويس مع الانرجي بتاعت الناس باين. كلها كل ده طالع على الشاشه باين فكنا حتى كلنا بنشتغل مثلا انا عندي فيسكيا ما بقدرش اقعد في اماكن مغلقه كتير واحنا كنا بنصور اول كام يوم فوق السطوح في اوضه صغيره جدا كلنا كنا جوه الاوضه بس الناس كلها محترمه شغل بعض الناس كلها لذيذه جدا فحتى الصعب بيهون لما يبقى كرو بتاع شغل ولذيذ يعني هما كمان عشان بقالهم فتره كبيره شغالين مع بعض ففهموا بعض متعودين بقى على مدافع بقى وقنابل وحاجات من دي فبالنسبه لنا ده تهريج متعودين على الانفجارات طول الوقت دبابات بقى وانفجارات وبتاع تعالى نروح لحاجه مهمه برضو في حياتك جدا في كل اسبوع يوم جمعه متهيألي ده كان حاجه مهمه بالنسبه لي جدا وشرفتينا طبعا مش في مصر بس لا عالميا كمان الحمد لله كل اسبوع يوم جمعه قبل ما يحصل الحمد لله الاتشيفمنت الكبير جدا اللي حصل ان احنا رحنا الايمي اووردز انه كان دور صعب جدا جالي في وقت انا كنت محبطه وكنت حاسه ان ما فيش ادوار حلوه بتتكتب لبنات وجالي كان استاذ محمد شاكر هو اللي رشحني الاستاذ ممدوح السابع المنتج وده صديق برضو عزيز يعني فقريت الحلقات حلوه جدا بس صعبه جدا يعني صعب قوي عشان تعمل الدايمنشن بتاع الدور اللي هي البنت اللي حبت حد وبعدين حياتها اتأثرت فبتحول حياتها لشخصية تانية خالص وأثناء ما هي رايحة الناحية التانية دي بتبتدي تبقى التالت أوتل وأنا ما بحبش أمثل يعني بحب أحس الحاجات عشان روح عايز تقتلي بجد لا بس مش عايزة أقتل بجد بس عايزة أفهم اللي ممكن يخلي العقل البشري يتحول من شخص عادي طموح ايه اللي ممكن يغير الانسان ده اللي ممكن يخلي البني ادم من حاجه وحشه حصلت له لان البني ادمين طول ما هي ماشيه في الدنيا هيحصل لها حاجات حلوه ووحشه فاهم واحنا كلنا حصلت لنا حاجات حلوه ووحشه فمش ممكن اي حاجه وحشه تحصل او 2 او 10 نبقى بني ادمين وحشين مش حاجه اسمها كده فاهم انت بتقعد تجيب نفسك تاني وكده فانا بعيده عن شخصيتي انا انه حاجه وحشه تحصل لبني ادم تغيره تماما